بسم الله الرحمن الرحيم. في التحديث الأخير لتطبيق الراجحي أضافوا ميزة لبطاقة سفر بلس أو بطاقة العملات الخاصة ببنك الراجحي. ففي السابق كان لما تجي تفتح التطبيق وتدخل على البطاقة فكان فيها فقط عملات محدودة، فلو دخلت على البطاقة وبعدين ضغطت على جميع العملات، ففي السابق كان فيها اليورو والدولار والريال والدرهم والباوند البريطاني. فالآن أضافوا 27 عملة جديدة، فلو ضغطت على إضافة عملة جديدة فراح تظهر عندك كل العملات اللي أضافوها. اللي غريب أنه ما كان من ضمنها اللي هو الليرة التركية، مستغرب أنه ما أضافوها مع أنه الناس تسافر كثير لتركيا. لكن رسوم إضافة أي عملة هو 25 ريال، طبعا لو أنت اخترت إضافة العملة فمع الضريبة راح يكون 28.75 حللة. بالنسبة لي أنا بطاقة عملات للأمانة ما أحبها كثير، إلا لو أنت بتحاسب بالدولار أو بالدرهم ما راح يأخذون عليك فرق، لأنه هم الآن لو جيت أنت مثلا أضفت الباوند على سبيل المثال فهم راح يأخذون عليك فرق عملة وقت الصرف، يعني لما تضيف الباوند راح يأخذون عليك زيادة في سعر الصرف عن لو أنت حسبت بالفيزا العادية سواء مرابحة أو حسم أو البطاقات الثانية من البنوك الأخرى. فبطاقة العملات دائما سعر الصرف فيها عالي، لكن فيها ميزة أنه أنت مسافر مثلا وتبغى تصرف 1000 باوند فتشحنها ب1000 باوند فتبدأ أنت صرفك محسوب بشكل بدل ما تحول عملة ويعني وتتأكد أنه هل نقص ولا لا، فأنت تشحنها، فهي فيها راحة بال أكثر لما تجي تستخدمها، لكن أنه ما راح تحصل على أفضل سعر صرف فيها. أنا بالنسبة لي أستخدم حسم الإنفينيت حتى في السفر، لكن الآن أضاف هذه العملات، فلو أنت مثلا مسافر أستراليا البحرين تقدر أنك تضيف العملات هذه وتحاسب فيها وتقدر أنك تضبط مصروفاتك بشكل أكبر بعملة البلد اللي أنت رايح له. لكن هل أنصح باستخدامها؟ للأمانة لا، لو كان عندك بطاقة تعطي عائد ممتاز على العملات اللي غير الريال. فهذا اللي حبيت اوضحه، يا ريت تقولوا لي هل انتم طلعتوا سفر بلس ولا لا؟ طبعا سفر بلس هي ممتازه للامانه اللي طلعها ووقت ما كانت مجانيه، لكن الان رسومها عاليه 172 ريال ولو بتضيف عمله 25 ريال، ففرق العمله اللي راح تاخذه من البطاقات العاديه ممكن ما يجي بالسنه كل المبلغ هذا او على حسب سفراتك، لكن بس حبيت اني اذكر هذه المعلومه. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.